من قتل الحسين عليه السلام؟ هل هم الشيعة؟ هذه الفكرة هي نتاج القراءة المغلوطة للتاريخ. أصل الشبهة هي أن بعض قتلة الإمام الحسين عليه السلام قد بايعوا أباه أمير المؤمنين عليه السلام وحاربوا معه وصلوا وراءه، فالشيعة هم من قتل الحسين. ولرد هذه الشبهة نقول أن ليس كل من بايع الإمام علي عليه السلام وممن التحق في جيشه وقاتل معه ومشى بجنبه كان شيعيا حقيقيا، بل السواد الأعظم من جنده ما كانوا شيعة أصلا، ولذلك نص المؤرخون أنهم بايعوه كما بايعوا الخلفاء من قبله، أي أنه ما كان يرونه الإمام الأول. فالشيعي يعرف عن غير الشيعي بتقديمه لأمير المؤمنين عليه السلام على كل الخلفاء، أي بمعنى أن الخليفة الأول هو علي بن أبي طالب عليه السلام، والخليفة الثاني الحسن بن علي، والخليفة الثالث الحسين بن علي، وهكذا إلى الخلفاء الاثني عشر عليهم السلام. فمعنى أن يبايع أحد أمير المؤمنين على أنه الخليفة الرابع، فمعنى ذلك أنه ليس بشيعي أصلا، فالسواد الأعظم من جنده من هم على هذه العقيدة. وقد تكلم أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك، ولذلك قد تمردوا عليه في معركة صفين وصاروا مع الخوارج، فهم نفسهم الذين قالوا لا حكم إلا لله. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام كلمته المشهورة كلمة حق يراد بها باطل، فتمردهم هذا كاشف على أنهم ما كانوا شيعة أصلا. فالشيعي لا يمكن أن يتمرد على إمامه لأنه يعتقد فيه العصمة، ما كانوا شيعة علي بل كانوا شيعة الدنيا والله، وحبهم للدنيا جعلهم يتجرؤون على مولانا الحسين عليه السلام، ولذلك وقف فيهم مخاطبا الإمام الحسين عليه السلام قائلا يا شيعة آل أبي سفيان، ولم يقل يا شيعة آل محمد، يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، ألا وصلى الله عليك يا أبا عبد الله.